السلام عليكم أخواتي، ومرحبا بكم على قناة أم أماني. وصفة اليوم عبارة عن غريبية بخستيج، حلوى جزائرية تقليدية بلمسة عصرية، مزيج بين غريبية الكوكا وغريبية الورقة، بتزيين جديد وحصري على قناتي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. أولا نقوم بتحضير الطبقة الأولى، وهي عبارة عن غريبية بالكاوكاو. راح نحتاج فيها إلى المقادير التالية: كيل سمن ذائب وبارد، نتركه في الثلاجة حتى يتماسك بهذا الشكل. أنا هنا استخدمت سمن المدينة، نفس الكيلة سكر ناقص 2 أصبع سكر ناعم، كيلة كاوكاو أو فول سوداني محمص ومرحي بهذا الشكل، وفرينة أو طحين حسب الحاجة حتى يعني نتحصل على عجينة تكون متماسكة. إذا بعد خلط كل من السكر والسمن جيدا راح نتحصل على هذا الخليط الكريمي. في هذه المرحلة راح نضيف كمية الفول السوداني أو الكاوكاو ونخلط حتى تندمج كل المكونات. بعد ذلك راح نضيف الفرينة أو الطحين حتى نتحصل على عجينة تكون متماسكة. إذا بعد بسط الغريبية بهذا الشكل نقوم بتقطيعها بواسطة قطاعة. أنا هنا استخدمت هذا الشكل. وأما مول سيليكون الذي سوف أستخدمه في الطبقة الثانية على هذا الشكل، يعني المول يجب أن يوافق المول اللي نستخدمه في الأسفل يوافق المول اللي راح نستخدمه من الأعلى. إذا نقوم بتقطيعها بهذا المول. إذا بعد تقطيع الغريبية بهذا الشكل نضعها في صينية الفرن وندخلها للفرن مسخن مسبقا على 150 درجة. الآن نقوم بتحضير الطبقة الثانية والمتكونة من 3 كيلات من الكاوكاو المحمص أو الفول السوداني، كيلة سكر ناعم أو نفس المقدار من السكر الناعم، كمية من لافيتين تباع جاهزة. إن شاء الله سأضع بين أيديكم طريقة تحضيرها لأنها سهلة وبأقل تكلفة وتستخدم في الكثير من الحلويات. ما حوالي عندنا 2 ملعقة كبيرة حلوة الترك أو الشامية، وكمية من نسي كراميل لجمع كل المكونات. بالنسبة لطريقة التحضير، أولا نقوم بطحن كل من الكاوكاو والسكر جيدا حتى نتحصل على خليط يشبه الحشو الذي نستخدمه في غريبية الورقة. بعد ذلك نضيف باقي المكونات. بعد طحن الكاوكاو مع السكر الناعم راح نتحصل على هذا الخليط يصبح كتلة واحدة. الآن نفرغه من الميكسر ونضيف له كمية لافيتين وحلوة الترك ونجمعها في نسلي، يعني كمية قليلة فقط حتى نتحصل على عجينة أو حشو متماسك. نقوم بوضعه داخل قالب السيليكون. هذا هو شكل الطبقة الثانية بعد جمعها بنسلي. راح نأخذ كمية من هذا الخليط ونضعه داخل قالب السيليكون. أنا استخدمت هذا القالب.
هكذا. هنا نقوم بالضغط على الخليط حتى يأخذ شكل القالب. نستمر بنفس الكيفية. بعد ما نبدأ كل القالب بهذا الخليط نقوم بوضعه في الثلاجة لتسهيل نزع هذا الخليط. ونكمل باقي تزيين الحلوى فيما بعد بإذن الله. بعد تماسك الطبقة الثانية ننزعها من مول سيليكون راح تحصل على هذا الشكل. الآن نأخذ كمية من الشوكولا ريشيكار نذيبها عفوا على حمام مائي ونقوم بتزيين الحلوى على جانب واحد فقط. الطريقة نحصل على هذا الشكل. نستمر مع باقي الحلوى. الآن بعد ما جفت الشوكولا من فوق نأخذ أزهار كنت عملتها بعجينة السكر. نأخذ كمية من الجلوكوز ونثبت الأزهار على الحلوى. كل حبة حلوى راح تحتاج إلى ثلاثة من هذا الأزهار. هذه نستعمل الجلوكوز كلاصق. نثبتهم مع بعض بهذه الطريقة. راح نتحصل على هذا الشكل. الآن نأخذ حبة من الغريبية بعد ما بردت ندهنها بنيسلي بهذه الطريقة. نثبت الجزء العلوي هكذا و نضع الفيوتين على الأطراف بهذه الطريقة. أنا راح نستمر مع باقي الحلوى ونلتقي في صحن التقديم بإذن الله. هذا هو الشكل النهائي للغريبية في صحن التقديم بعد تزيينها. راح نتحصل على هذا الشكل الرائع والذوق الأروع. وهذا شكلها عن قرب. أتمنى أن تنال وصفة اليوم إعجابكم وإلى الملتقى في وصفات جديدة بإذن الله.